التقى غبطة البطريرك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان بحضرة المونسنيور الربان صموئيل أوزدمير راعي كنيسة السريان الكاثوليك في بلجيكا في مقر في دير مار أنطونيوس في مدينة شارلوا في إطار زيارة رسولية يقوم بها الآن غبطته لتفقد أحوال رعيته في كنائس أبرشية بلجيكا ولقاء عدد من الرموز السياسية والمسؤولين في المؤسسات الحكومية. بعد محطته الرسولية في جمهورية ألمانيا الاتحادية توجه غبطة بطريرك السريان الكاثوليك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان إلى دولة بلجيكا في زيارة رعوية تستمر لأسبوع وتستهدف تفقد أحوال رعاياه من أبناء الكنيسة السريانية ولقاء عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية البلجيكية. وفي إطار جولته الرعوية زار البطريرك يونان جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وعقد لقاء في مبنى البرلمان البلجيكي فيما استقبل غبطته بحفاوة بالغة في جامعة لوفين حيث ألقى فيها كلمة أمام الطلبة الحاضرين. كما زار غبطته المؤسسات الكنسية والمدنية وهو يواصل الآن جولته على أبناء رعيته في مختلف مقاطعات بلجيكا. في السياق ذاته زار البطريرك يونان والوفد المرافق له صباح الخميس حضرة المونسنيور الربان صموئيل أوزدمير راعي كنيسة السريان الكاثوليك في بلجيكا في مقره في دير مار أنطونيوس في مدينة شارلوا حيث نظم لغبطته استقبال شعبي كبير شارك به مئات المؤمنين الذين تجمعوا أمام الباب الخارجي للدير لملاقاة غبطة البطريرك. بعدها ترأس غبطته قداسا إلهيا في كنيسة الدير وعاونه في الخدمة الربان صموئيل. من ثم تفقد البطريرك حرم الدير وجال في أروقته واطلع على النشاطات والأعمال الروحية والخيرية التي يقوم بها الربان صموئيل. وخلال زيارته للدير تباحث البطريرك يونان والربان صموئيل حول قضايا تتصل بأوضاع المسيحيين المأساوية في الشرق الأوسط واستمرار عمليات قتلهم واضطهادهم على أيدي المتشددين بالإضافة إلى أوضاع المسيحيين المهجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. Ουφάτριαρ χοντίητο σουριόητο καθολικόητο ικαντισού θέτ μορ Ιγνατιός Ιουσουφκληθό Ιουνάν με μπτέλες ορούθο ρουσμόητο λουαθρότ Μπαλτσίκα. Μις ορούθα θέτ δικμδόμο σάπθο ικαντισού θέδε του Φάτριαρ χόγκ Τσόιουμ σο ορούθο λι τζαμαά λασσουτώσε Μπαλτσίκοε. Ικαντισού θέ του Φάτριαρ χό άθμεστε σημόλε σο ορούθο λ αμπούνα δαϊρόιο Σαμίλ Ουσδεμίρ ου κάρχη δαϊρέδε μορ Αντώνιος. بثر معثرد ألمانيا إقادي شوثو دفاتر يرخو ديئتو سرييتو قاثوليكويتو موري غناطيوس يوسف تليثويو يونان مبدل سعروثو رشمويتو لواثرود بلشيكا بسعروثا ثديذة كزوير أروعيوثو الجماعة بشوتو سبلشيكوية بثر مسعروثو تسملة لمالكو بلشيكا مالكو فيليب بثحاضر بو بارلمنتو بلشيكا كتولي قوبولو ببث صوبود لوفان سمنا إبا مملو ليو لفاء لحاضرة أم قاب دس عروث تسمنا لشوتو سعيتو نويو علموية كزوير ستن أرعيوثو الجماعة مبربزة كتلة ببلشيكا أثملستة إقاد شوثو دفاتر يرخو زرو لأبونا ضيرويو سامويل أوزدمير بمديثو تشارلوا إقاد شوثو دفاتر يرخو دمستقبل إشيحثو دحسر تسفريتو بموات نوشي نافقيو القاموثي مستقبلي بعبو ريذ الجاودي عيتو دمور أنطونيوس بثر مسلو ثود مصالي لنا محذوذي إقادي شو ثود فاطر يرخو سملة مملو لم هاي من حاضيري أبونا دايرويو سامويل مكرخ لإقادي شو ثود فاطر يرخو هو ليلة موضع نوثو علي دايرو على فلحوني دكسيمي بصعر ثاثة دفاتر يرخو حسيو أفريم دبوغدوت
ونوتا روز دفاتر يرخو قاشيشو حبيب مراد استني حاضري وعمي بيتو تديلو نويتو دهويو بين دي قادشو ثو دفاتر يرخو موري غناتيوس يوسف تليثويو وابونا دايرويو سامويل مش غيل نعليه كانو يثو ديمشيحو يثو دمادنحو أرضفيه وقت لتكوي عليه يي كانو يثو دقلو يتكوثن الأوريفي وغرس بوثو حريني بثر ممدي ثو تشارلوا يقادشو ثو دفاتر يرخو شاف علي بيث صوبود نامور وسملة مملو إيبا يقادشو ثو دفاتر يرخو موري غناتيوس يوسف تليثويو يونان هوليو متحشابو بلاليو قدم دومو يسعرو ثيذي بواثرود بلشيكا